حوار مختلف بضيوف مميزين، أسئلة في العمق لتجارب كبيرة خارج القيد عبر صوت الحرية كل ثلاثاء بعد موجز الثالثة. إعداد وتقديم سالم زهران، ونلتقي عبر الحرية. يسعد أوقاتكم بكل خير وحرية عبر أثير صوت الناس، صوت الحرية خارج القيد. قيل أنه خريج كلية الطب فردت ما أخطر المدرك للجسد حين يغوص في النفس. قيل أنه صاحب كتاب أنا فردت ترى ماذا خلف تلك الأنا. قيل أنه كرر أنا بأنا مرة أخرى فردت بمزيد من الرغبة في إدراك أناه المضافة. قيل عنه الكثير فردت بحضور أمسيته الأخيرة برفقة الصوت الهادر جاهد وهبي. قيل أن في الأمسية بعض المبالغة فردت برد السؤال عليه بهذا اللقاء. قيل أنه يتنفس دون قيود فردت ليكن ضيفا في حوار خارج القيد. سعد بن محمد شرفتنا. الله يشرف مقدارك. توضيح بسيط، فعلا درست الطب لكن لم أتخرج، لم أنال شهادة الطب، درستها 6 سنين وما تخرجت منها. نعم، رح نعمل فريم عند كلية الطب ونسأل قبل كلية الطب من المرحلة مش الجنينية، مرحلة الولادة لمرحلة كلية الطب. سعد بن محمد كان طفل ميال إلى الأنواع والألعاب الأدبية أو لا؟ خلقت طفل عادي مشاغب واكتشفت مع الوقت الأدب، وأمتى بالضبط دخلت هذا العالم؟ بيحكوا لي أنه من يومي دودة كتب، ومن قبل ما أتعلم القراية كنت بجيب ناس يقروا لي الكتب. حلو. ما أعرف إيش السبب، السبب أكيد ما أعرفه، بس أنه حصل. نعم، أستاذ سعد برأيك بيخلق الإنسان مبدع، بيخلق الإنسان شاعر، أو لا الحياة بمفترق معين بتودي لاتجاه الأدب؟ أعتقد الإبداع موجود الإنسان من يوم ما يخلق، يختلف طريقة تعبيره عنه. ما أعتقد أنه في إنسان غير مبدع، الإبداع نوع من الجمال، والجمال ربي خلقه مع الإنسان، فالإبداع موجود عند أي إنسان في الدنيا، يختلف فقط طريقة التعبير عن هذا الإبداع. نعم، جاي الحديث عن قيل وردت بالتفاصيل يمكن بالمحور الأخير من الحلقة، بس دائما شعرت أنا بالنص وكأنه المكان له دور عند سعد بن محمد، وبيحضر لو حتى بالوما، لو حتى بالإشارة، لو حتى عن بعيد. حتى وقت اللي شرحت كيف كتبت الكتاب ذكرت المكان اللي كنت أنت موجود فيه اللي على الشاطئ. علاقة النص بالمكان دائما علاقة عضوية أو لا؟ فيك تكتب مقال أنت بالسيارة أو أنت بالترين أو أنت بالصحراء أو أنت ببيروت أو أنت ما بعرف وين. للمكان عبقرية، جمال حمدان قالها أنه عبقرية المكان تفرض نفسها على أي أحد. ما ينفع أنك تفصل نفسك عن مكان وجودك حين حدوث الحدث نفسه، ممكن تبتدي في مكان وتنتهي في مكان. فعلا الأماكن بتأثر علي، الأماكن لها عبقرية خاصة فيها. ممكن يختلف وجهة نظر الناس، ممكن الناس يشوفوا طريق زحمة، في ناس يشوفوا لا بيوت مهدمة، في ناس يشوفوا عمارات حلوة. بغض النظر إيش الذكريات اللي تخزنت في هذا المكان. الأماكن ليست اسمنت وحديد، الأماكن ذكريات وناس عاشوا فيها، ربوا أحلامهم فيها، كبرت فيها. هي الأشياء هذه هنا تكون عبقرية المكان، يعتمد أنت كيف حتشوفها. نعم، لو طلبت من حضرتك تحدد أكثر 3 أماكن كتبت فيها سعد بن محمد قصائد أو مشاريع كتابات. المكان الأول هو الشارع، أكيد على مقهى في الشارع، طرابيزة في وسط الشارع، في وسط السيارات، أتفرج على السيارات الرايحين والجايين، هي أروع مكان ممكن أكتب فيه. نعم، هذا واحد. الثاني في لي مكان خاص في بيروت حد البحر، وما بدي أقول هو فين لأنه مكان خاص لي أنا فقط، والحمد لله ما حد يعرفه. مكان ثالث في بيتي اللي هو يعني ما أقدر كيف أقولها، بس إنه it's home it's not house، بيت وليس منزل. نعم، رح نفوت نشرح طريقة الطب. أوكي. الأماكن الثلاثة. بالشارع الواحد فيه يفصل عن الناس ويكتب نصه أو لا بيستمد النص سعد من الناس ومن نفس الناس وتعب الناس؟ أنفاس الناس اللي بتكتبه
لو بدون أنفاس الناس والشوارع فاضة كلها هتتساوى مع بعض، لكن لأنه اختلافات بتمر قدامك، كل اللي موجودين مختلفين، ما في أحد يشبه الثاني، تتغذى روحك بالاختلافات اللي موجودة قدامك، تديك إنه في غيرك، في أحد ثاني بيفكر في طريقة مختلفة، لازم تتكلم معه، لازم تتحاور معه. نعم، بس أنا شعرت وكأنه النص على القليل بقيلة وردت، يعني أنا وأنا مرة أخرى لحق علي ما صح لي أني أريتهم، شعرت النص أكتر هو نص ذاتي أو نص يعني له علاقة بشخص محدد، ما له علاقة بالجماعة بالمعنى الجماعة اللي نحن بنفهمه. شو؟ ولا نحن كنا عم نقرأ غلط؟ خليني أقول لك على شيء. أنا مبدأي وطريقي إذا كان في الكتابة أو في الرسم جاي من اكتشاف الذات. إيش يهمك معرفة الكون وانت لم تكتشف ذاتك؟ جميل، ما لها معنى، تعرف؟ هذا كل يعني هذا هو المحور اللي أنا حياتي كلها ماشية عليه، اكتشاف الذات. يختلف الوجيه، الإنسان عنده مليون وجه، عنده مليون قناع، حتى مع التعامل مع البني آدمين ما حتتعامل مع بنفس الطريقة مع كذا بني آدم. اكتشاف ذاتك، أنت إيش موجود داخلك، العبقرية اللي ربي خلقها داخلك، اكتشفها، اعرفها. يمكن الواحد لما يموت لسه بيكتشف ذاته. فهذا هو المحور الأساسي أو الخط الأساسي لي. تجي بعد كذا أي شيء، الأسئلة أو الأشياء حوالينا كذا، كان من خلق الكون إلى العاطفة إلى الفكر إلى الأدب إلى هذا كله مجرد صور أخرى لإيضاح داخلية الذات أو داخلية الذات البني. نعم، بدي أرجع للشارع. يعني الشارع، إذا كان هذا الشارع في دبي أو إذا كان هذا الشارع في المملكة العربية السعودية أو إذا كان هذا الشارع في بيروت أو إذا كان هذا الشارع في فرنسا، تفرق الصور أو بتبقى هي ذاتها؟ هي ذاتها، مجرد يعني اختلاف لون البشرة ما يغير الإنسان. حلو. بيروت ومقهى البحر، اخترت أنك تطبع ببيروت الديوان الأخير، اخترت أن تكون أمسي ببيروت، ونحن ذكرنا رح نفوق بتفاصيل الأمسي والديوان الأخير قيل وردت. لماذا بيروت باختصار؟ دائما هي الملجأ أو المكان إلى سعد أو لا بوقت معين بتلجأ لبيروت؟ أرد على سؤالك بسؤال، لماذا ليست بيروت؟ ليه ما تكون بيروت؟ بدل ما تسألني ليش بيروت، تسألني ليش ما تكون بيروت هالقد؟ أكيد. نعم، ماي هوم أو بيتي أو منزلي، وبدك تسمح لي بهذا السؤال يعني تحت الأثير هيك بخمس دقائق على السريع. عرفت أنه حضرتك متزوج وزوجتك معنا، شرفت صوت الحرية. دائما يقال المبدع لا يمكن أن يكتب خارج الخيانة، ولا يمكن أن يكون ملتزم عائليا ويخرج منه نص أدبي راقي. توافق أو لا توافق بصراحة؟ بكل صراحة، هذه ليست امرأة، هذه عمودي الفقري. ما ينفع أفرد ظهري من غير هالمرة، ما ينفع أرفع رأسي من غير هالمرة. أي شيء ثاني ممكن يكون فكري. الالتزام أكيد موجود، الخيانة الفكرية أكيد موجودة وهي متقبلتها. في حدود لكل شيء، ما ينفع ما يكون لك حدود في أي شيء، إذا كان في العلاقة الزوجية، في العلاقة الإنسانية، في أي شيء، حتى في علاقتك في ربك لازم يكون في حدود. أنا عرفت الحمد لله كيف أحدد نفسي، أعرف أعمل لي يعني فين أنطلق وفين أوقف. وبما أني بهالكاركتر اللي موجود فيني، هي تعتبر المرساة تبعي اللي بتشدني مرة تانية ارجع على الارض. ما اقدر اقول لك غير هي عمودي الفقري. يعني هلا انت عم يغاروا نسواننا من وراك. يعني الله يعينهم على نفسهم، بس اللي عنده احد زي هيفا مستحيل ما يشيلها فوق راسه. الله يخليكم لبعض. الله يخليك استاذ سعد. كمان بدك تسمح لي سؤال بهذا الاطار. المرأة خصم القصيدة او لا ولادة القصيدة؟ المرأة بشر، جنسها لا يحدد إذا كانت سبب لأي شيء. لمن طالع المرأة كجسد يعني كشيء مجرد، أنا بتكلم على الإنسان بغض النظر عن جنسه. ما حد اختر يعني يهمك أن تكون ذكر أو أنثى إذا دخلنا في الناحية الجنسية، لكن غير كذا ما حيفرق. البني آدم بني آدم. بالنسبة لي أنا لي أصدقاء كثير ذكور وإناث، لكن في حدود لما تطلع الرغبة أو الشهوة الجنسية يصبحوا كلهم بدون جنس. بالنسبة لي الرجل زي المرأة وبيتعاملوا بنفس الطريقة، نفس الأدب ونفس الاحترام. ما في شيء يعني لا هذا أقوله لأصل صديقات النساء، لا هذا أقوله لأصدقاء الرجال، ما لا، أنا وجهي واحد.
أصدقائي ينتفي عنده لما أتعرف، لما يكونوا أصدقائي يروح حتة الجنس، يروح حتة الشهوة، غير كذا أنا ما يهمني إذا كان ذكر ولا أنثى. أنا بالنسبة لي الأنثى الوحيدة في العالم هي زوجتي، امرأتي، المرأة التي أحب، المرأة التي عشت معها الحمد لله الآن 19 سنة، فبالنسبة لي هي الأنثى الوحيدة في العالم. نعم، العمر كله. الله يخليك. الشهوة أم القصيدة أو بالعكس كبت الشهوة بخليك تعوض بقصيدة؟ يعني في رأي بعلم النفس التحليل لسيغموند فرويد بيقول إنه الإبداع ومنه الشعر بيكون طريق للإزاحة أو للهروب من درب الشهوة. سعد بيستعمل، عم استعمل عبارة سعد بلا ألقاب لأنه نحن خارج، أكيد سعد بيستعمل القصيدة ليهرب من شهوة أو ليترجم شهوة معينة. ما تعودت أهرب من شيء، لو أبغى أكتب عن شيء حكتب عنه، ما عندي، ما أحب ألف ودور، بدي أقول لك هذا شيء بقول لك يا في وشك، بدي أقول له بفكر في شيء حكتبه زي ما هو، ما في ما ليه، ما في سبب، خليني أسمي الأشياء بأسمائها. نعم، تموت الأشياء حين تكتب في قصيدة أو تحيا؟ تحيا أكيد، تحيا، أنا يعني بحطها عشان أخليها لي عشان أقرأها بعدين، ما حخلص منها، حخلص منها من داخلي لكن حدونها عشان تفضل بعدين. نعم، بعد أختنا هيفا زوجتك مين أكتر شخص بتكون حريص أنه يقرأ النص؟ حماتي، والدة هيفا. هذا رجل مثالي يا سامي. ليه لا، ليش ما نكون مثاليين؟ كل إنسان يطمح للكمال، أكيد ما حنوصل له في يوم، بس أنه ليش لا. نعم، رح نعمل فريم كمان ونرجع لما قبل كلية الطب للطفولة الأولى لسعد. من أول حدا قري نص لسعد وقال له أنت يا صبي حرام ما تكون مشروع شاعر أو أديب أو كاتب، هيدا عالمك؟ ما أذكر، يمكن كان في إنسانة عزيزة وغالية جدا على قلبي ووجه لها كل الاحترام والتقدير والمحبة، الست نجيب الناطور، من أوائل الناس اللي آمنوا فيني من كل النواحي، هي فلسطينية عايشة في لبنان، وأوجه لها كل المحبة والتقدير وأعتذر جدا عن التقصير في حقها، لكن هي من أوائل الناس اللي آمنوا فيني. نعم، سعد بن محمد خارج القيد، فاصل، بعد الفاصل بدنا نواصل، إن شاء الله يكونوا مستمعين معنا بالإيقاع يكون اللقاء جد خارج القيد. رح نفوت لماذا كلية الطب، لماذا أنا، وهل هي أنانية ونرجسية من سعد بن محمد؟ أنا مرة أخرى، المزيد ومزيد من الأنانية، لماذا لم نسمع عنك في أنا وأنا مرة أخرى وسمعنا عنك في قيل وردت؟ ماذا ترد على من قال أن هناك بعض المزايدات أو المبالغات في الأمسية خارج القيد؟ سامر دلي في الإخراج الإذاعي، ومني لكم سالم زهران، أطيب الأمنيات، لا تذهبوا بعيدا، سعد بن محمد ضيف استديو.